أهلا بك يوسف، أهلا بمشاهدينا الكرام. كيف يمكنني أن أصف لك الوضع بعين المكان؟ ونحن لاحظنا منذ الساعة الأولى من صباح حجز لجميع الكراسي ولجميع الموائد المتواجدة بجل مقاهي مدينة طنجة، والنموذج من هذا المقهى الذي أتواجد به أجواء استثنائية، أجواء من التوتر، أجواء من الانتظار. تطبع الجمهور المغربي وهم ينتظرون المشاركة المغربية السادسة ضد منتخب كرواتيا. تعادل في المشاركات، نتمنى أن يتوج بالتفوق اليوم للكتيبة المغربية، كتيبة المدرب وليد الركراكي. كيف يمكن لي أن أقول لك الخبر الرسمي لحدود الساعة أنه مستويات الأدرينالين مرتفعة جدا لدى الجميع بدءا مني. وللحديث أكثر حول الأجواء يحضر معي أحد المشجعين الذين لاحظت أنه تواجد منذ الساعة 7 من صباح اليوم. كيف هي الأجواء؟ لاحظت أنك من الساعة 7 وانت شاد الطابلة ديالك، يعني كيفاش هي الأجواء؟ شنو الانتظارات ديالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأجواء جد 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 كاين واحد التفاؤل كبير في وسط الجماهير المغربيه، كاين حماس، كاين شويه ديال التوتر بحكم المقابله ديال المغرب مع المنتخب الكرواتي، ولكن ان شاء الله عندنا ثقه كبيره في العناصر الوطنيه انهم يقدموا مباراه كبيره وتاريخيه، وان شاء الله اتوقع فوز المنتخب المغربي بنتيجه 2-1. شكرا لك، وهذا كل ما نتمناه ان شاء الله اليوم، ان تكون النتيجة ايجابية. واؤكد لك انه اي مواطن او اي مشجع تطرح له السؤال حول نتيجة اليوم فهو يجيبك ان النتيجة ستكون ايجابية، يقين للمشجعين والمواطنين المغاربة. والكل يعلم روح الوطنية التي تربط المواطنين المغاربة من كل فج عميق، سواء الذين سمحت لهم الظروف في التنقل إلى قطر من أجل التشجيع المباشر أو المشجعين خلف الشاشات، شاشات التلفزيون. إذن أجواء حماسية جدا كما ترون من خلف صغار كبار نساء رجال، وكل متواجد هنا من أجل تشجيع المنتخب المغربي الذي نتوقع إن شاء الله أنه سيفوز وستكون مربوحة إن شاء الله في صباح هذا اليوم. هذا ما نتمناه زميل محمد الريشي من أحد مقاهي مدينة طنجة.